بالنسبة لي بلدية تيميوين إثر بعد انقطاع يعني إثر تخريب وانكسار يعني القناة على مسافة 100 كيلومتر للمياه الصالحة للشرب. كنا تدخلنا لمدة 3 أيام عن طريق فرق مشكلة من الولاية المنتدبة والجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية، إلا أنه بعد الانتهاء من الأشغال وأخذنا الوقت اللي يدوم حوالي 15 ساعة من أجل وصول المياه إلى الخزان، إلا أننا تفاجأنا بعد ذلك بأن قوة الماء ما سمحت لناش، مما أدى إلى انكسار آخر، مما اضطرنا إلى الدفع بلجنة أخرى تنقلت إلى عين المكان بالأمس والتزويد بعتاد يعني من النوع الرفيع لإصلاح هذه القناة. ولكن اتخذنا اجراءات نحن كسلطات محليه، الا وهي بفتح يعني ملحقه خاصه بالجزائر المياه على مستوى بلديه تيميوين، وكذلك دعمنا المقاطع الاداري لبرج بجي مختار بشاحنه سهريج بحوالي 10,000 لتر من اجل التدعيم بالمياه الصالحه للشرب.